استحقاق القسط مال المولدين. والله انا سامح على الشتري. لا مو سامح، هذا متواتر، هذا لفه جواب للمواطنين بحيث يقتنع المواطن. ليش كل شهر قبل نهايه الخمس ايام بدايه بخمس ايام يصير هذا الادفاع؟ ويا سبحان الله بعد ما يدخل المواطن استحقاق المولدين تجي انسيابيه للكهرباء. هذا باتهام الموظف السيد وكيل التوزيع يبلغ يعطيني موقف بالساعات مراقبي محطات التوزيع، يعطيني موقف بالساعات وحسب المناطق. اريد اشوف هذا الشهر وتختفي شكوى المواطن.